رجعنا من الاستراحة وعملنا ايه في الشوطين؟ عملنا كيك الجلاش الرائعة اللي بنسقيها دلوقتي بالشربات، وطبعا تقدروا تقلبوها او تاكلوها كده. احنا عملنا واحدة مقلوبة واحدة لأ. بصوا الجمال، تسلم ايديكم. طيب احنا كده هنسيبها بقى تتشرب شوية حلوين، هي دافية والشربات برد، خد حرارة الجو، حرارة المطبخ. يعني انا مبسوطه بيها جدا، الحمد لله ان هي طلعت كده. بصوا بقى ده لو هتقدموها كده. ممكن نعمل بقى كيك شوكولاته لكل محبي الكيك. ما ينفعش نعمل يعني كيك مثلا الصفوف اللبناني ونعمل الكيك الجلاش وننسى حبايبنا اللي بيحبوا الشوكليت. خلينا نعمل كيك كده لطيفه وسريعه وينفع. تخيلوا الكيك دي لو طلعت معانا حلوه كده ممكن نعمل منها حاجه تطلع تورته. ازاي؟ ما اعرفش، تعالوا كده نشوف. طيب اول حاجه كيك الشوكولاته، انا هقول لو عندي كوبايه الا ربع من الدقيق، وهعمل مقدار صغير في حاجه من نوع كده صغيره تطلع شكلها لطيف. طبعا انا لو حضرتك تعملوا قالب كبير زي اللي انا عاملاه ضعفوا المقادير. خلاص طيب عندي كوبايتين سكر، كوبايتين سكر دول ثابتين مش هضاعفهم، هيفضلوا ثابتين. هو من المفروض من كوبايه ونص او كوبايه وربع لحد ايه الكوبايتين زي ما تحبوا. عندي كوبايه الا ربع من الكاكاو الخام، معلقه ونص من البيكنج باودر، معلقه ونص بيكنج صودا، معلقه صغيره ملح، مش معلقه صغيره، رشه ملح، خليها معلش رشه ملح يا ولاد. انا هحط البيض، اتنين بيضه، وممكن تضيفوا بيض لو انتوا عايزين. عندي كوبايه من اللبن، وعندي نص كوبايه من زيت مليان، وفانيليا سايله، وطبعا هستخدم كوب ماء مغلي، ماء مغلي مش ماء ساخن، ماء مغلي. طيب ممكن ابعد بس دي كده هنا من الشغل، خلينا ايه نوديها ضمن حاجاتنا الحلوه اللي هناك. بسم الله، عقبال ما تتشرب براحتها احطها هنا ده، ونبدا بقى في الحاجه بتاعتنا. انا عندي اول حاجه هنخلط الخليط بتاعنا ده في بوله. بسم الله، ادي بوله كده، نشفها كويس كده، وهبدا بقى البس الجلافز كده ونبدا نشتغل مع بعض. هنخلط على المكونات الجافه الحاجات الحلوة دي. احنا ممكن نضرب البيض السكر مع كمية من الزيت، بس انا مش هعمل كده، انا هضيفه بشكل تاني خالص، هعملها مش خليط الكيك التقليدي اللي احنا شغالين بيه يعني. فخليني الاول هاخد كده بسم الله البيض واحط عليه الفانيليا، وبعدين عندي هنا الكاكاو الخام هضيفه على الدقيق، كل المكونات الجافه كده مع بعض، كاكاو الخام يعني بدون سكر مش الانواع اللي بسكر، تمام. وتنقوا نوع، في انواع كتير حلوه، اسالوني على الصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمزي بالعربي هجاوب حضراتكم. النوع ايه الانواع البديله، وبيتباع خام عند العطار بيبقى نوع اسباني. هنحط كمان البيكنج باودر والبيكنج صودا، وحطينا رشه الملح، خلاص هنقلب كده تقليبه حلوه. بصوا بقى، طبعا احنا اتفقنا انه البيكنج صودا ليها ما نقدرش نكتر منها ونستخدمها ككميات كبيره زي البيكنج باودر. فالبيكنج باودر هي خميره الحلويات اللي هي بتساعد في الرفع الكيك. طبعا تقدروا لو عندكم بيكنج باودر بقاله فتره ازاي يعني تعرفوا ان هو شغال كويس، ان انتوا تجربوه لوحده الاول. البيكنج صودا بس ما نقدرش نكسر منها لانها يعني مش يعني ضاره، مش هياش سهل ان احنا نتعامل معاها بكميات كبيره كده، فمش المفروض ان احنا نستخدمها كتير. تعالوا بس انا عايزه اروح الناحيه دي وادي بس كده اخد الكبه دي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا نحط فيه شيت الايه العجان بتاعنا القمر ده، المضرب الكهربائي، ونشتغل كده بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب دول كده مع بعض اهو. يلا بسم الله، نضرب بقى كويس. Thank you.
اضيف الزيت شويه شويه، يعني نص كوبايه الزيت دي شويه شويه، وانا بسخن الكتل اهو، وعندي طبعا لبن، وادي الزيت بيبقى خليط خفيف حضراتكم ما تستغربوش. بسم الله الرحمن الرحيم. زيت مليان، وهبدا اضرب تاني. بسم الله. بتبادل مع كمية اللبن مع كمية بقى الخليط الجاف، نحط شوية وشوية. بسم الله. الخليط اللي احنا خلطناه مع الكاكاو والبيكنج صودا والبيكنج باودر. بسم الله. نحط كده شوية. ونقلب بالتبادل مع الكمية، ما تنسوش ان فيك لسه كوباية مية سخنة او نص كوباية، طبعا ده على حسب نوع دي. خلينا الاول نعمل كده عشان ما نبهدلش الدنيا. بسم الله. خليط ان شاء الله تستمتعوا بيه، وينفع يتعمل منه جاتو او تورته، هتبقى حلوه قوي وكريمي. هناخد كده بصوا بقى لون الكاكاو لما بيكون كاكاو نوعه حلو، ده نوع اسباني من عند العطار، ممتاز. لسه هاخد باقي الخليط الجاف اللي انا سايباه هنا، وده اللي هبدا اخفه بالباقي اللي هي كوبايه الميه السخنه اللي قلت لحضراتكم عليها، سخنه مغليه، سخنه مغليه. بسم الله. ادي الميه السخنه المغليه، بصوا بسم الله اهي، وهبدا اخلط تاني. بسم الله. شوفوا بقى الخليط بقى خفيف ازاي، وادي حضراتكم قوامه دلوقتي بالاسباتشن حالا اهو. بصوا هنلم بقى الخليط كده، شايفين قوامه عامل ازاي؟ شايفين خفيف، ما هوش خليط كيك تقيل، تمام. وهنجهز قالب، انا عملت دي مدوره، ممكن نشوف عقبال ما يجيبوا لي القالب. هنصب بقى الخليط ده، هعمل ايه بقى في الصينيه؟ هدهن مسحه من الزيت، وهحط طبطينه من الكاكاو. اي كيك شوكولاته حضراتكم عايزين تبطنوه، ما ينفعش نبطنه بالدقيق، لازم نبطنه بالكاكاو، فيطلع مش بقى بعد ما يستوي تلاقوا حروف بيضه على الكيك، لا تلاقوا كاكاو منه فيه، يعني لونها زي اللون بالظبط. طيب دلوقتي بقى هطلع الكيك قدام حضراتكم كده، هنشوفها بعد ما بندخلها الفرن، حراره 180 على الشبكه في النص. هنبدا نستعد ان احنا نعمل الكريمة الزبدة بتاعتنا ونشتغل فيها حلو. انا دلوقتي لو انا هفترض مثلا عندي في قالب هنا، خليني اسمحوا لي اجيبه معلش، ده بقى ممكن يعمل لكم تورتة عالية قوي. طيب لو انتم ما عندكوش القالب ده، ها، او عندكم قالبين منه، اقسموه على مقدارين، يعني ما تسووش كمية الكيك كلها لما تكون عالية او هتبقى عالي لحد هنا، الافضل لا نقسمه على 2 قالب، فالكيك يطلع بمستوى كده، يطلع 2 قالب تعملوا تورتة 4 ادوار رائعة.
فخليني انا دلوقتي همسح هنا، مسحه من الدقيق بس قبل، اسفه من الكاكاو. بس قبل ما هعمل كده خليني ممكن اعمل كده بمنديل، امسح مسحه زيت خفيفه بس كده هنا وفي الجراب، وهبدا اعمل ايه، احط طبطينه كده من الكاكاو بسيطه بس في القاع. ماشي اهو اهو كده كده، هوري حضراتكم الشكل العام اهو، شايفين ازاي تبقى متبطنه بالدقيق اهي، فهتبقى رائعة. بصوا بقى دي الأسفة بالكاكاو ده بيبقى رائع للكيك اهو، كاكاو والطبطينة رائعة قدام حضراتكم اهي، تسلم ايديكم. طيب هبدأ بقى اصب الخليط، وانا بقى رأيي ان احنا لو انا عندي القالبين المقاس الصغير ده هبدأ اقسم خليط الكيك ده على 2 قالب منه. بسم الله هنشوف كده العلو ايه. لا هي ممكن تطلع خليط واحد لحد تلت القالب فقط لا غير، هي كده خدت معايا تلت القالب اهو. بصوا حضراتكم ده هايل هايل اهو، اللي عايز يبطن بورقه زبده يبطن يعني تأمينا ويدهن عليه الزيت مفيش مشكله. وهتدخل فرن زي ما قلت لحضراتكم على الرف 180 على الشبكه في النص لحد ما تعلى معايا. لو افترضت ان الفرن ده كان حامي، بصوا الصفوف ما شاء الله، يا سلام يا سلام، الصفوف بدأت تعلى ازاي وتدي لون في الفرن، هسيبها لحضراتكم تشوفوها. وهبدأ بقى انضف هنا حواليا ونجهز لكريمة زبدة سريعة، هي طبعا معروف مقاديرها، انا هقول المقادير مرة تانية عشان احنا ما كناش عايزين نعمل التورتة كتورتة يعني، بس هديكوا فكرة ليها. هاخد كده السكينة المنشار، انا سايباه لكم مفتوح تمام. بصوا بقى هاخد كده حروف الكيك دي، حروف الكيك دي اول ما بتطلع باخد كده الوش بتاعها بجمعه هنا، ما بترموهاش، الكيك دي ما بيترميش، الكيك ده بيتعمل منه كيك بوبس، بيتعمل منه البال بتاعه الجاتو اللي احنا بنشوفها، الكره المدوره اللي بنشوفها في الجاتوهات بتتعمل كده. فهاخد كده من المستوى الكيك ده اهو كده عشان ما تبقاش له قشره ضخمه، ننضف بقى الحاجات دي كده اهو، شايفين ازاي تبقى طريه. طيب دول هعمل فيهم ايه؟ دول هخلطهم في الكبه، بخلطهم في الكبه ويطلعوا باودر، اجمل بيه اما الجاتو او التورته، او اضربهم في الكبه واعمل منهم باودر واشتغلهم كيك بوبس. اوكي وهنعمل مع بعض الوصفات دي بعد كده. بسم الله كده تعالوا بقى ننشف بس هنا مكان هنا ونبدا نخلطه، عشان هي فيها ميه لازم تبقى جافه تماما، يعني وش الكيك مش برميه. طبعا نقدر نحتفظ بيه في الفريزر، مش شرط تشتغلي فيه دلوقتي، ممكن تحطيه في كيس وتشتغلي فيه بعد ما حضرتك تحسي ان انت في دلوقتي وقت قادره تقفي تعملي حاجه للولاد فيها كيك بوبس او كيك صغير او بول بتاعه الايس كريم. طيب تعالوا بقى ناخد كده البواقي دي، فين البول اهي، بصوا هنحطها هنا اهي، هنطحنها بقى طحنه كده، عايزين تطعموها تاني بمعلقه كاكاو ماشي، بس هي مش محتاجه اهو كده. اهو بصوا اتنين من الكيك قسمتها، واقدر اقسم دي كمان واحده لو انا عايزه احشيها، واهو بصوا بقى باودر ازاي، بصوا اجمل بيه الجناب بتاعته بتاعه الكيك، واقدر اعمله بقى عليه كريمه بس يبقى كيك بوبس، واكوره وانزله بس في جناش شوكولاته واحطه في التلاجة والولاد يستمتعوا بيه. تعالوا بقى ناخد اللي احنا مجهزينه، انا مجهزه هنا حاجه بسيطه للحشو، وطبعا احنا هنستعد للفقره اللي جايه معانا فيها دكتورة دينا أبو سعود، هتكلمنا عن مواضيع مهمة جدا جدا الحقيقة خاصة بالمناعة، هتفرق معانا ومع أولادنا في حاجات كتير قوي. خليني بس كده إيه، أنا بعمل كده الكريمة بشكل، طبعا هنعمل ده مع بعض تاني باستفسار، أنا بس جات لي الفكرة دلوقتي وأنا بشتغل مع حضراتكم فرحت مجهزاها فورا،
يعني ايه مش حطاها في دماغي. بس بصوا الكيك العادي ممكن لو مقاديره حلوه نعمل منه حاجه حاجه رائعه. تمام، انا هقلب بقى كده الكيك نفسه، مش هاخد ده، هاخد دي، هي القاعده هي دي العكس، هعكس يعني دي هتبقى كده ودي اللي هقفل بيها كده. شايفين ازاي؟ هتبقى هي دي القاعده بتاعتي الاساس، يعني القاعده اللي تحت هي اللي خدتها على الايه؟ وش الكيك. ماشي، نقدر بقى من الجناب هنا ناخد من الجناش اللي احنا عاملينه، وده سهل قوي، او بالكريمه، عندي حاجتين اهم خلينا نوريهم لحضراتكم، نشتغل بيها على الشوكولاته زي ما انتوا عايزين. بصوا بقى الجناش اهو، ناخد منه شويه كده، وايه ممكن اهو بصوا على الوش الكيك، وهنبدا بقى نقفل كل الحاجات الحلوه دي بشكل جميل زي ما حضراتكم هتشوفوا، حتى من الجناب، وتدخل التلاجه تمسك نفسها لازم. خلاص نبدا بقى نجمل من الجناب ونحط بقى وردات جميله، هوريكم شكلها. بصوا بقى مخرجنا اما تيجوا تقطعوا قطع منها تبقى عامله كانها جاتو انتوا جايبينه من بره، وهو احلى كتير بطعم البيت طالما بتستخدموا شوكولاته نوعها حلو، وكمان نوع الكاكاو يبقى حلو. تمام، هنبدا بقى كده وبعدين نقفل من الجناب. ودلوقتي بقى هنستعد للفقره الطبيه، واسمحوا لنا بقى هنطلع استراحه، هنرجع نشوف الحاجات الحلوه اللي احنا عملناها و نطلع استراحه نستقبل فيها ضيفتنا الجميله دكتوره دينا ابو السعود في انتظار حضراتكم.